هاي لازم نبوسها بعدين ناكلها. تبلش الاهاني ما تمسك على حيلها. هي عمره خساره اللي ما يجرب الاهانه بهاي الطريقه. يا هلا احبابي الحلوين، رجعنا لكم باكله جديده، اكله تخبل من اصوات الاكل. وللي ما يعرف محتواي، انا ابو كرش واكل هواي. سوينا لكم الدولمه بالسماق ابيض بيضه تخبل ويا فوق الدجاج. هنجرب هاي الاكله ونقول يا الله وليتس جو. طبعا الحشوة لي ولحم خارج الحشوة دجاج. سهلة كلش. ما تحتاج بس تمن مكسر او تمن مع الدولمة، فلفل اسود، ملح شويتين، طبعا لي مقطع ناعم، هاي لعينكم يا شباب. عندنا الكازوس يا با استمتعوا والله. هذا تايخ. والله عمره خسارة اللي ما يجرب الإهانة بهاي الطريقة. مثل ما قلت لكم ملح فلفل أسود ليا زيت، ثم تحطوها تلفوها تصعدوها أول 10 دقائق على النار وسط الدب السوائل، بعدين تخلون مي وملح بس، مي وملح فقط، مي وملح تبقى تقريبا ساعة ساعة وعشر دقائق. وراها تجيبون السماق، ملح فوق السماق ومي، وتفركوه بيدكم ينزل كل حموضة البيت. بعد ساعة وعشر دقائق تضيفون المي مال السماك، لي ما تغلط نفسوها على اخر شي تقبلوها. هاي الطبخة تاخذ من عندكم وقت ما يقارب 2 ساعة و10 دقائق فقط. لا تبقوها اكثر تتفلش الاهاني ما تمسك على حيلها. الأكلة هالقد ما هي سهلة وبسيطة، هي طيبة وتخبل.
عالم ثاني. طبعا طابخها من البارحة، ساعة تقريبا 1:10 شلتها من النار بالليل، خليت جواها هيك مثل بطانية وغطيتها، وشكو شاكيتات بالبيت خليتها فوقها. والله العظيم هسه ساعة 4:30 بداية العصريات وبعدها حارة ما شاء الله. أهلنا القدامى كانوا يستخدمون هاي الطريقة بكثرة، خصوصا أيام الأعياد. بقول هنا بربكم هاي لازم نبوسها بعدين ناكلها. يا اخي دجانس تناغم بالطعم. اذا تشوفون هذا النيلي، هذا السماك، يدخل جلسة التأمل بعد هذا الكازوز. ورا هاي الأكلة رجينا تقعد مرتب. هاي بتركيا 5 من هاي الاهانة، 1 2 3 4 5، 5 من الاهانة يبيعوا لك اياها 50 ليرة، يعني $2.50، 5 بس. هاي لعيونكم الجوعانين هسه، يجوز بالليل الصبح كل واحد حسب منطقته. ولا غلطة، الأكلات اللي تحبوها المشهورة بمنطقتكم بالتعليقات. يا ويلي يا الله شنو هاي؟ خلنا نمسك وياها الدجاج ونشوف الطعم. ولا غلطة، والله ولا غلطة. نصب لنا كازوز. يا ويلي كل شي بالسماس. طيب استمتاع والله، وعيش ملفوفة كلها من ايدي.
وين كان يا بنات وين كان؟ يدرون يسوون هيك؟ حاجاتها هاي اللي هي وسماك بيها حاجاتها ولفتها وطبختها وأكلتها يعني. تريوح خل تجي اكسكيوز مي على قولة أمير بروس دجاج واحد الأتراك اللي فوق بخليها صينية دائرية وتدخل على الفرن. عبالك لحمة مشوية هي. مليه بارز جبايه دجاج لا هذا جلد فوقها يا ويل ويل شنو هاي والله انتقام هاي هيك والله صارت 3 شهور ما مسويها هاي الأكلة هاي الأكلة تحب النار الهادئة وحموضة طبعا والله تخمت اللي هي البيها ما تكون بالجدر هي بالزيوت مالتها الله اخر وحده مشكلة ما باقي مكان قطبت المعدة
احباب قلبي بدون ما نطول عليكم لهنا نكون خلصنا هذا المقطع، لا تنسونا باللايك والاشتراك، فعلوا زر الجرس، شاركونا الفيديو، احبكم كوما.